الاستوديو مجددا. الموضوع الامريكي اولا، يعني ما حقيقة امكان التدخل الامريكي سواء عبر فلتمن او غير فلتمن؟ وهناك بيان صدر عن السفارة الامريكية في بغداد، عن السفير الامريكي، يقول ان بلاده تدعم اي حكومة عراقية قادمة، وان مسألة الانسحاب من العراق غير مرتبطة تماما او بالمطلق بمسألة تشكيل حكومة. حقيقة التدخل الأمريكي هل هي واردة؟ هل يضغط الأمريكيون، وطبعا يعني هم يعملون في السياسة وهذا أمر طبيعي، هل يضغطوا من أجل قيام حكومة على قياسهم، أم أن الأمور فلتت من أيديهم؟ إذا رجعنا إلى التجربة السابقة، تجربة انتخابات عام 2005، نعم، والبرلمان العراقي المنتهي ولايته وكذلك حكومة الوحدة الوطنية، هذه التجربة أعطتنا دليلا قاطعا على أن إرادة العراقيين هي التي ستنتصر في النهاية. ربما كان الأمريكيون يفكرون بأن يأتوا بحكومة علمانية برئاسة السيد أيد علاوي أو غيره من العلمانيين، ولكنهم فوجئوا في الانتخابات بوجود حركات إسلامية. هذه الحركات التي فازت في الانتخابات وبالتالي شكلت الحكومة، وبذلك اضطروا إلى التعامل مع هذا الواقع الجديد. كذلك في هذه المرحلة ربما الأمريكيون يريدون شيئا ولكن العراقيون يريدون شيئا آخر. نعم. وسيتحقق ما يريده العراقيون، لأن الساسة العراقيين هم بالحقيقة يعني يمتلكون قاعدة جماهيرية أتت بهم من خلال الانتخابات. ونحن نعلم أن الحكومة أو السلطة المدعومة بقوة شعبية جماهيرية لا تخضع للابتزاز الأجنبي، أما الحكومات الكرتونية التي تأتي من خلال انقلابات أو من خلال وراثة أو ما شابه ذلك تكون رهينة للإرادات الأجنبية. نحن نعلم أن الساسة العراقيين أو معظمهم على الأقل أو ما هم موجودون في التحالف الوطني بالحقيقة هم يعملون وفق إرادة عراقية وفق إرادة شعبية ولا يخضعون للضغوط الأمريكية، وبالتالي لا تستطيع أمريكا أن تملي على العراقيين ما ينبغي أن يعملوا. طيب دكتور سلمان، أيضا في الموضوع الأمريكي، أولا هل يمكن أن تتأثر عملية الانسحاب الأمريكي كما هي مقررة نتيجة التفجيرات الأمنية التي تحدثنا عنها والتي يعتقد سيد جابري أنها أقل بكثير مما كان يحصل سابقا؟ يعني هناك تقدم في الموضوع الأمني، لكن العمليات التفجيرية، عمليات الإرهابية، الانتحارية ما زالت قائمة. هل يعرقل هذا الأمر مسألة الانسحاب أن هذه المسألة حسمت خصوصا مع مجيء حكومة قوية؟ لا، أنا أعتقد الأمريكي حاسم خياراته في موضوع الانسحاب، لكن كيف يخطط لما بعد الانسحاب؟ بالمناسبة هو ليس انسحاب كامل، يعني هو سيبدأ الانسحاب في نهاية آب، وقف العمليات هنا. اليوم هو مسوي عملية واللي المفروض ما أعرف إن شاء الله يكون عنده موافقة. هناك عملية إنزال جوي تمت في شمال كربلاء. أقصد فيها في شمال كربلاء، وأعتقد لازم يكون عنده موافقة الحكومة العراقية في هذا الأمر. لكن هو يريد يسحب تقريبا 50,000 من قواته. هذا الأمر مع بقاء 35,000 إلى 45,000 ليس عدد قليل وليس عدد غير مؤثر. بعدين هو مو عنده بس قوات، هو عنده قوات وعنده مؤسسات وعنده أجهزة وأشخاص. وبالتالي أنا أعتقد ما زال يعني الأثر الأمريكي واضح في التأثير في السياسة العراقية، لكن هل يقبله العراقيون؟ هل يقبل هذا التأثير؟ هذا سؤال. أنا أعتقد قسم يقبل وقسم يرفض الهيمنة والقرار الأمريكي، وكما أشار زميلي في بغداد على أن في الائتلاف القرار واضح أن يكون القرار عراقيا. في الموضوع الأمني أنا أعتقد الموضوع الأمني مستمر ومفتوح، لأن صراعنا مع البعث ومع القاعدة ليس بمرتبط بمرحلة لا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات. يجب أن ينتهي هذا باتجاه معين، وهو القضاء الكامل والمبرم على هذه المجموعات التكفيرية والصدامية. في موضوع الآخر أنا أحب فقط أشير إلى أن الآن المرحلة القادمة راح تتميز بشيء، والشيء هو التالي: أن الحكومة القادمة ليست كالحكومة السابقة. بأي معنى؟ بمعنى البرنامج الحكومي سيكون متوافق عليه من الجميع أولا،
ويعالج الملفات الاستراتيجية الأربعة الأمنية والاقتصادية والخدمية والسياسية الخارجية. هذن الملفات سيكون رئيس الوزراء محاسب من قبل مجلس نواب، يجب أن يكون فاعل. هذا المجلس النواب اللي اجتمع اليوم 10 دقائق وراحة وكل واحد اتكل على الله، أعتقد هذا هو المطلوب. يعني نموذج الحكومة القوية، ليس الحكومة الكرتونية التي تحدث عنها السيد الجابري والتي تخضع لإملاءات الخارج، أيضا اللي فيها خيارات سليمة في الوزارة وخيارات صحيحة في المحاسبة، خيارات في الاختيار الوزير وفي محاسبة. سيد تكمجي، أعود إليك، يعني شكل التسوية للمرحلة الجديدة، هل يمكن التوصل برأيك إلى صفقة، إذا جاز تعبير الصفقة هنا، ترضي مختلف الأطراف أم ستكون على حساب أحد الأطراف السياسية في البلاد؟ لا، ممكن يعني إذا ارتفع مستوى ذهنية الأداء السياسيين إلى الحرص على البلد وأنه فعلا بإمكان أنه يخرجون هذا البلد من الأزمة، ممكن يعني الآن في يعني مثل ما تفضل ضيفك في لندن، الآن ضرورة إلى وجود برنامج حكومي، يعني برنامج الحكومة هو أهم من شخصية رئيس الوزراء. يعني هذه القضية يجب أن تحسم. يعني هنا في بريطانيا بعد ساعات من الانتخابات اجتمع حزبين متناقضين، يعني المحافظين مع حزب ديمقراطي الأحرار، وشكلوا الحكومة وطلبوا من الموظفين الكبار في الحكومة البريطانية على أن يضعون خطة واضحة، برنامج حكومي إلهم يخرجهم من الأزمة المالية اللي تعاني منها بريطانيا. فعلا اجتمع ذول هؤلاء التكنقراط وعدوا خطة لمدة 40 صفحة سميت بوثيقة التحالف التاريخي كبرنامج حكومي للحكومة البريطانية، وأصبح هذا البرنامج ملزم لكاميرون، ديفيد كاميرون، وملزم لبقية الوزراء. هذا هو المخرج للتسوية. الآن البلد يعيش في أزمة. طيب، أي رئيس وزراء إذا عنده فعلا حرص للدولة، تعال إحنا محتاجين إلى برنامج حكومي يحسم هاي الملفات الاستراتيجية اللي ظهرها ضيفك الكريم أستاذ حسن سلمان، وهذا البرنامج الحكومي يتوزع بشكل عادل بين الكتل السياسية وتكون حكومة شراكة وطنية. جيد. ووجود برلمان قوي، كتل برلمانية قوية دائما تكون جهة رقابية فاعلة. توضحت فكرة سيد تكمجي لأداء رئيس الوزراء، ومتى ما تحول هذا رئيس الوزراء إلى أي نقطة ضعف، إلى أي ثغرة، لأختم يجب أن يحاسب وأن يقال هذا رئيس الوزراء. توضحت فكرة. سيد جابري، ماذا على رئيس الوزراء أن يفعل؟ يعني إذا ما بدأنا بوضع سلم أولويات الآن بعد جلسة البرلمان، الجلسة التي تم أداء الأداء اليمين الدستورية فيها، ما الخطوة التالية؟ هو رئيس الوزراء يجب أن يشخص من هو رئيس الوزراء حتى يبدأ يفعل، حتى يبدأ يتصل مع الكتل السياسية ويبدأ مشاورات لاختيار الوزراء، لاختيار مجلس الوزراء، لطرح البرنامج الحكومي. هي المشكلة الآن هناك مرحلة تسبق هذا السؤال أنه ماذا يفعل رئيس الوزراء. الآن نحن في مرحلة من هو رئيس الوزراء، هذا السؤال الأهم، وينبغي على الأخوة في التحالف الوطني الإجابة عن هذا السؤال قريبا حتى يبدأ رئيس الوزراء بعمل ما ينبغي عليه. أشكرك، أشكرك الشهيد الجابري القيادي في حزب الدعوة، أشكر انضمامك إلينا من بغداد، كما نشكر انضمام صلاح التكمجي مدير شبكة المرصد العراقي من لندن، ونشكر حضور الدكتور حسن سلمان رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقية في الاستوديو معنا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، والسلام عليكم.